يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، الإسكندرية 19-10، مطروح 17-11، بورسعيد 20-14 والإسماعيلية 20-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11، العريش 19-12، طابة 19-10، شرم الشيخ 22-15 والغردقة 23-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 10، أسوان 24-11، الوادي الجديد 23-7، شلاتين 26-15، وأخيرا حلايب العظمى 22 درجة والصغرى 16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.